أكد الخبير الجيولوجي في جامعة البصرة نمير الخياط أن السبب الرئيسي لتلوث المياه في المحافظة وانخفاض مناسيب الأهوار فيها هو قطع إيران مياه الأنهر التي تنبع من جبال زاكروس داخل الأراضي الإيرانية ومنها نهر الكارون. وأوضح الخياط لأخبار الآن أن الإيرانيين قاموا بتحويل مجرى الأنهر إلى داخل أراضيهم. هذه الأنهار الموجودة في جنوب العراق معظمها تعرضت إلى الجفاف والانحسار والتراجع في المنطقة الخضراء، وبالتالي أصبحت أرض جافة صحراء. هذه الأهوار اللي كان عمرها بالتاريخ بحدود 4000 سنة، اليوم مع الأسف يعني جاي تعاني من مشكلة جفاف وتصحر وبالتالي قلة هذه الإيرادات المائية. هنالك مجموعة من الأنهار اللي تصب داخل الأراضي العراقية من جبال زاكروس نحو نهر دجلة إلى الشمال، وآخر شيء هو نهر الكارون اللي يصب، هذا نهر الكارون اللي يصب داخل الأراضي العراقية، حول هذا النهر إلى لإسقاء الأراضي الزراعية داخل إيران، والمبازل أصبحت تصب في هذا النهر بدل المياه العذبة. اليوم المشكلة أنه المياه اللي جاية من الأراضي الإيرانية من المرتفعات الإيرانية من جبال زاكروس اللي كانت تغذي الروافد العراقية مع الأسف حولت إلى داخل الأراضي الإيرانية لاستثمارها لأجل الزراعة وزيادة رقعة الأراضي الزراعية، وبالتالي مبازلها ومياه المالحة ربطت مع المياه العراقية الحدودية، وبالتالي أثرت على نوعية وكمية المياه الداخلة إلى العراق، وبالتالي هذا زاد من تفاقم الملوحة. وأضاف الخبير الجيولوجي نمير الخياط في حديثه لأخبار الآن أنه بالإضافة إلى السياسات المائية السلبية التي انتهجتها دول الجوار تجاه العراق، فإن المعامل والمصانع القريبة من شط العرب تلقي بنفاياتها في مياه الشط من دون وجود رقابة شديدة تحاسب هذه المعامل. اليوم المعامل والمصانع اللي موجودة على مجرى شط العربية الأخرى أصبحت تلقي بملوثاتها إلى هذه القناة، بينما بالسابق كانت هنالك لجان مراقبة ولجان بيئية على جميع المصانع والمعامل أن تعالج المياه قبل أن تلقيها إلى مجرى شط العرب لتقليل من سمية المياه وبالتالي تقليل من تلوثه. إذن باختصار احنا نقول اليوم المياه العراقية تعاني من مشكلتين، المشكلة الأولى قلة كمية هذه المياه والإيرادات المائية والتصاريف بسبب سياسة دول الجوار، إضافة أنه زيادة الملوثات اللي هي قللت من وزادت من سوء عدم استخدامها لارتفاع تراكيز الملحيه بها والملوثات من المعادن الثقيله والخفيفه والايونات السالبه والموجبه اللي يشكل خطر، وهذا سبب اليوم اللي نعتقد انه يوميا حقيقه مجموعه من السكان اللي يستخدمون هذه المياه يلتجون الى المستشفيات والى المستوصفات لغرض اخذ العلاج للتداوي، وهذه شكلت نفقات صحيه وطبيه، وهذه بالاخير مست الاقتصاد العراقي كما مست الامن الغذائي اللي هو استقلال المياه العراقيه.